بنيفين، وايضا اهلا وسهلا بالشيف ماهر عبيد. اليوم حبيت ابدا معك. شكرا عليك يا رب، وعلى الشيف ايضا وعلى العائله الكريمه. حبينا نبدا مع حضرتك لو طالما اختصاصيه التغذيه، كيفيه استقبال العام بعد ما حصل كل هالتخبيص بالميلاد وراس السنه، شو لازم نعمل؟ دائما بفضل ببلش الشخص بالديتوكس، لانه الديتوكس هو عمليه تنظيف الجسم من كل السموم والاكل الزايد اللي صار بفتره الفاكيشن. كثير عالم بتخاف من الديتوكس، بس انا من الاشخاص اللي مع الديتوكس ولكن لفتره زمنيه ما تتخطى مثلا الاسبوعين او ثلاث اسابيع، لانه جسم بحاجه لهذا النوع. شو بتعتمدي شيء؟ شو بتفضلي يعتمد شيء؟ الخضار والفواكه والعصائر، بيمتنعوا عن اللحوم على انواعها، عن الديري برودكتس الالبان والاجبان والحليب، بيكون مثل ما الانجريدينتس كلها فريش بتكون، واباز يعني اباز خضره وفواكه. اليوم لهيك حضرت لنا كينوا سلاد. مزبوط، الابلايت كينوا سلاد حنبلش فيها اول شيء. هذيك المرة هيك شوي خفنا من الكينوا لأنه قال ممكن تكون الصوص دسمة فيها يعني بالمطاعم أو بالريستورانتس اللي بيقدموها. مزبوط، مشان هيك لازم دائما ينسأل عن أو ينقال إنه يكون دريسنج على جنب لحتى كمية الفات الموجودة بالدريسنج إنه نتأيد إنه تكون قليلة. هلا نحن اللي حنحطهم كثير كثير لايت. حنبلش بالأي وحدة الكينوا. أكيد الخس اللي هو الأيسبرغ. ما بقى عم نستعمل الخس العادي، الخس اللبناني، دائما الايسبرغ عم يتم استعماله لانه اسهل وطريقه تنظيفه اسهل. اثنين سلاد رح نعمل، نوعين سلاد ونوع ديتوكس درينك، هذا اخر شيء بنعمله اللي هو اباز دو شمندر وافوكا. يعني الصوص رح تكون من زيت الزيتون وال زيت زيتون ورب الرمان ودبس الرمان، والشمندر هو للديتوكس جوس. ديتوكس جوس. الخيار اللي هو اكيد غني كثير بالمي، فينا زيرو كالوري فيك تقولي، يعني الواحد لما يكون جوعان يلقمش خيار قد ما بده لحتى يعبي بطنه وما يجوع. انا دائما بنصح فيها انه اذا بدك تلقوش شيء لقوش خياره جزره بس لحتى ما تتفادى الكالوريز. قديش الجزر؟ لان كمان الجزر ريسكي. ريسكي بس بضل اخف من باقي الخضار اللي فيها نشويات، بضل اقل. اوكي. عم نقطع الخيار بدنا نحطه فوق الخس. شمل ريحه الخيار. فاذا هاي خس وخيار، وشو كمان؟ العدس. عدس. والكينوا. كينوا. هلا الفكره من الديتوكس كرمال الشخص ما ينحرم كومبليتلي البروتين، بنعوضه بالبلانت بيست بروتين. العدس في والعدس والكينوا اثنيناتهم فيهم بروتين، فهو اللي بيعوضوا عن البروتين الحيواني اللي نحن شلناه بخلال فتره إذا الديتوكس. اذا اجى عنا حلو وشو بنستبدله؟ العصير، ما هو الفروت والفروتس هن عصير انه سكر طبيعي. اذا كينوا خس وخيار. وفكرة السلطات الكينو السلطات الديتوكس المزيج بين الفواكه والخضرة، فهيدي كمان هيك شيء اكزوتيك بيكون وما ما الشخص ما بيكون معود عليها، فلما يبلش الديتوكس بروجرام ما بحس حاله انه عامل شيء عم بيعمل شيء جديد. واكيد هول الكميات بدها تكون كمان مدروسه، لانه العدس والكينوا كمان فيهم كالوريز صحيين ولكن فيهم كالوريز. فبنخلط الكينوا والعدس والخيار، بينضافوا على الايسبرغ. قد ايه حطيتي كينوا؟ قد ايه فينا نحط كينوا؟ ملعقة. 2 تيبل سبونز. مش أكثر؟ مش أكثر. حسب صحن السلطة وإذا بدها تعتبر وجبة فينا نكتر شوي الكمية لحتى يشبع الشخص. مش مجفف. ونعناع اخضر. لوز. فهيك بنكون امنا مصدر البروتين من الكينوا ومن اللنتل، وامنا لوز امنا الفات من الاوميجا 3 من اللوز، والفواكه اللي هي المشمش المجفف كمان سكر. سو صارت وجبه كامله متكامله. هلا بس نخلص عملنا الصوص وبنتركك بعدين مع الكاميرا تكفي السلاد الثاني حتى
لضيق الوقت. مش مش شو بيعمل؟ مش مش كتير غني بالألياف وفيه سكر مفيد كتير، ما بيع يعني السكر تبعه بيعطي طاقة خاصة خلال فترة الديتوكس. واللوز اللي قلنا انه هو بيعطي الجود فات. والجوز؟ الجوز للسلطة الثانية. اوكي. لنحكي عن الديتوكس درينك. أوكي. اللي هو نسلق شمندر، نقطع افوكا. كم وحدة؟ تقريبا شمندر 2. لا واحدة. وحدة تقريبا يعني وحدة كبيرة. وحدة كبيرة افوكا سلايسز موجودين بنحطوا بالبلندر. هذه تقريبا نص افوكا. تقريبا نص افوكا. مع عصير تفاح مصفى مع عسل وبينضربوا على البلندر. هيدي كثير مفيدة لتقوية البلد مثلا، لتقوية الدم. هاي مرة واحدة بالنهار لان فيها عسل. مزبوط، عسل وافوكا كمان، يعني هذا الفات موجود بقلب الجود فات، العسل الطاقة السكر والشمندر. اوكي. وهذه الابيلايت كينوا سالاد خلصت. قولي لنا على السريع السلاد، سوري الصوص، حامض الزيت عادي. مع ريبرمان. ريبرمان. بس من دفع. اوليف اويل يعني زيت زيتون مع ريبرمان مخفوقين مع بعض وعلى الوجه بينحطوا. بدي اتشكركم اللي حنتابع معكم مع الكاميرا تكفوا كل شيء لحتى يشوفوا المشاهدين كيف حتصير الصوص. أكيد.